بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأمور هناك بعض الأمور شيخنا الكريم تعمل على إضعاف الصف الإسلامي، منها على سبيل المثال للحصر اختلاف المسلمين أو تفاوتهم في فهمهم لدينهم واختلافهم على جزئيات في العقيدة أو في العبادات وتعدد الجماعات الإسلامية، فما هو السبيل في رأيك لتقوية الصف الإسلامي والعمل على فهم الدين الإسلامي فهما شموليا لا فهما جزئيا؟ وجزاكم الله خيرا. العمل يا أخي هو أن يرجع أهل الاختصاص وأهل العلم إلى فهم الأحكام الشرعية من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة. أنا آسف أن أقول كلمة صريحة، إلى اليوم لا يعرف كثير من المسلمين وليس العامة منهم فقط بل والخاصة، كثيرون منهم لا يعرفون علاج ما هم فيه من الاختلاف والتفرق، علما بأن هناك نصوصا صريحة في الكتاب والسنة، منها ما يصرح أن التنازع والاختلاف في الدين يكون سببا لذهاب قوة المسلمين. فربنا عز وجل يقول في الآية الكريمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكل مسلم عنده شيء من الثقافة، وأنت منهم فيما طرحت من السؤال تعلم أن هناك نزاعا واختلافا، لكن العجب هو أن يأتي السؤال ما الحل، والحل مذكور في القرآن الكريم. فبعد أن ذكر في الآية السابقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ذكر العلاج في آية أخرى فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، أرى أنه من الضروري أن أقف عند هذه اللفظة القرآنية الكريمة، لأنه ولا تؤاخذني صدر منك كلام نسمعه من كثير من الناس أن الخلاف في جزئيات سواء كانت عقائدية أو غيرها. ربنا بيقول فإن تنازعتم في شيء، يعني مهما كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الخطاب لمن؟ لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا من الخطأ الفاحش أن نكون غافلين عن العلاج وهو مصرح به في القرآن الكريم. وأسوأ من ذلك أن لا نعترف بهذا العلاج وأنه هو الدواء الحاسم للفرقة والاختلاف الذي يعيشه المسلمون اليوم،
فنقول دعوا الناس كما كان نقل إلي والشيء يذكر بعضهم في أول نشأة العلمية. كنت أزور بعض الناس في بيوتهم وأدعوهم. ذهبت إلى أحدهم ووجدت خزاني نحو هذه فوقها العود، فعرفت أن رجل عويد. فبحثت معه هذا الموضوع ونصحته، قلت له يا أخي هذا حرام لا يجوز، ماذا يفعل هذا عندك إلى آخره. قال لي الشيخ الفلاني يقول أن هذا جائز، وبعض المشايخ يستعملون الطبل بالذكر ونحو ذلك. فتكلمت معه كثيرا في ذكر بعض الطرقيين والصوفيين والآخرين. فيما بعد ولسنا في هذه المسألة طبعا، إنما الشاهد بقل لي اجتمعت مع الشيخ الفلاني وذكرت له بعض كلامك، فكان من جواب الشيخ أن والله هذا كلام صحيح، لكن الرسول قال دعوا الناس في غفلاتها. وأنا يومئذ ناشئ جديد، ما عندي العلم بطبيعة الحال موجود عندي هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع والآخره. أشكل علي الحديث، لأنه لو أخذنا الحديث على أقل على الله وهدم الإسلام كله، شو معنى الأمر معروف والنهي عن منكر إذا كان الرسول يقول دعوا الناس في غفلاتها؟ سهرت تلك الليلة ما سهرت عند هذا الرجل، ورحت على البيت ما قدرت نام إلا بدي أفتش عن هذا الحديث، وسرعان ما وجدته. وإذا الحديث سبحان الله موجود في صحيح مسلم بزيادة وبدون غفلاتها. لفظ الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، حرف هذا الحديث، حذفوا منه الجملة الأخيرة يرزق الله بعضهم من بعض، وحطوا بدالها في غفلاتها، فانعكس الحديث. كان الحديث مقبولا متواضعا مع أحكام الشريعة كلها، صار مرفوضا دعوا الناس في غفلاتها. وأنا أشد ما يؤلمني أنه الدواء موجود في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كان بعض الناس ومن الدعاة غافلين عن هذا النص وعن هذا العلاج، لكن المشكلة الكبرى أنهم إذا ذكروا فلسان حالهم يقول ما قال ذلك الشيخ بلسان قاله دعوا الناس في غفلاتها، لكن بعبارة أخرى يقول هذا مو وقته، مو وقت إثارة الخلافات والمسائل هذه الخلافية، وبعضهم بسميها جزئية وبعضهم بسموها إيش قشور، وعليكم اللباب واتركونا من القشور، هذا بيجوز هذا ما بيجوز، هاي سنة هاي بدعة إلى آخره. إذن شو معنى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء؟ التنكير هنا في اللغة العربية يعني إيش؟ الشمول، أي شيء كان. فما بالك يا أخي وأنت جاء في سؤالك ولو في العقيدة، كيف نترك الناس لا يفهمون العقيدة فهما جيدا؟ ها نحن نقول لك يعني جدلا مش عقيدة، من أجلك نترك الناس الآن وخلافهم مع الكتاب والسنة في المسائل الأحكام الشرعية، لكن في العقيدة نتركهم كيف؟
العقيدة هي نجاة المسلم. أول العقائد هو التوحيد، فما بالك إذا كان المسلمون إلى اليوم لا يعرفون التوحيد؟ ما بالك وأنت تعلم أن كثير من الناس الذين إذا نظر الناس إليهم نظرة ظاهرية، ونحن منهم، نقول أن هدوم والله متعبدين أكثر منا، لأنه بيصوموا الاثنين والخميس وربما بيصوموا يوم أكثر يوم إلى آخره، ونحن مو هيك، وبيقوموا بالليل وبيصلوا الناس نيام ونحن مو هيك. لكن مع ذلك يذهبون ويستغيثون بالأموات وبالأولياء والصالحون والصالحين، وبيصلوا عند قبورهم. شو فائدة هذه الصلاة وهذا الصيام وهم كما قال رب العالمين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في القرآن الكريم. هذه الآية إلى اليوم لا تسمع أحدا يثيرها على المسلمين، مع أن المسلمين واقعين فيها. فلمن أنزلت هذه الآية؟ كثير منهم يقولون هذه مقصود فيها المشركين الأولين. نعم مقصود بها المشركون الأولون، لكن لماذا حكاها رب العالمين؟ أليس عبرة لنا؟ كما قال: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فربنا بيحكي أحكام وقع فيها المشركون من قبل والأمم من قبل لكي لا نقع نحن في مثلها. فإذا نحن أردنا أن نترك المسلمين على ما هم فيه من انحراف عن الكتاب والسنة، كيف يكون اتفاق؟ ربنا لما قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا إيش ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ترى تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، بفهم ولا بدون فهم؟ لا شك في فهم. فما ذلك اليوم أكثر المسلمين ومنهم بعض الخاصة لا يفقهون معنى هذه الكلمة الطيبة. إذن بارك الله فيك، لا تغتر لمن يقول المسلمين اليوم مشكلتهم ما يتحمل إثارة إيش الخلافات في الأحكام وفي العقيدة. لازم نتفق. على ماذا نتفق؟ إذا اتفقنا على الشهادة الأولى بالفهم الصحيح، وعلى ماذا نتفق؟ ما يجوز يا أخي أن ندع الناس هكذا في جهلهم وفي ضلالهم، لا سيما وقد قال عليه السلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، قد طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد وصفهم الرسول عليه السلام بقوله: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدهم. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. كثير من الناس اليوم يريدون أن يدعوا كل شيء على ما هو عليه، لا يريدون الإصلاح. وبعضهم يقول قولة حق، وهي أننا إذا أردنا أن نقيم الدولة المسلمة فيجب أن نوجد القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة أن نربي جيلا من المسلمين فاهمين للعقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية فهما صحيحا ومطبقين على أنفسهم. هذه هي بتكون القاعدة التي يمكن أن تقام عليها الدولة المسلمة
التي ينشدها كل مسلم غير على دينه مع اختلاف في الطريق الذي ينبغي سلوكه حتى تقوم الدولة المسلمة. لعلي أجبتك عن سؤالك وإياك. ثمن سيارة أصلها 30,000 من الدول من أمريكا من ألمانيا، بعتنا مدة زان في 80، بعت مبلغ تشتري سيارة حوالي من هون للبنك في ألمانيا عشان يبعتونا في سيارة، والسيارة ما بعت وتأخر عدد سنة وما بعتوا سيارة، وضل الفلوس في البنك. الفلوس اللي على في المدة سنة في البنك عليها هسه عليها إجا إجا فوائد عليها، إذا ما بعتوا أساس ليه وده مش إلك هذا رجعوا عاود رجعوا إلى المبلغ وصار عليهم فوائد في الحالة هاي. استحيل يأخذ الفوائد عليهم وتوزيع على الفقراء. بس هالصورة عم تسأل عنها؟ بس هالصورة؟ ليش خفيت؟ لا ما خفيت أنا. أروح الحال هذا. ليش ما هو جواب إذن؟ أما إذا ترى بس الصورة وش خفيت؟ هاي الصورة هاي. في زاوية صور وراها. لا ما في صور. بهذه